ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فيديو حلو قوي ومميز جدا جدا جدا. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل ازاي ان احنا نشيل الليمون في التلاجة لمدة 3 شهور على الاقل. تمام. بصي بقى، هو بيقعد معايا من 3 شهور لاربع شهور، ما يعني ايه، مش اقل من كده. لو انتي فرستيه بالطريقة اللي انا هقولك عليها دي من غير فريزر، في التلاجة بس. طيب الوقت بقى زي ما انتم عارفين على رمضان بإذن الله، كل سنة وانتم طيبين، طبعا الليمون بيغلى جدا، بيوصل 20 وبعدين تلاقي ربط 40، وفي مرة من المرات وصل الكيلو ل 100 جنيه، صح؟ دلوقتي انا جايبة الليمون ده الكيلو ب 8 جنيه. تمام. طبعا انا جايبة لكم كده حبة صغيرة، انما انا جايبة كمية. المهم انا جبته ب 8 جنيه، يعني لما اجيب 2 كيلو ونص ب 20 جنيه يبقى كده رخيص جدا، بالنسبة ان الكيلو واحد يبقى ب 20 جنيه او 40 او اكتر. طيب هنشوف بقى ازاي نحطه في التلاجة، واتحداكو ان هيفضل زي ما هو. وتحدي الاسرار دي ما بتطلعش لاي حد غير لحبايب قلب جيجي. اول حاجة بنقي الليمونة اللي هي الخضرة شوية في اصفر دي، اللي هي فيها اخضر شوية مش صفرة. الصفرة مش هتعيش، لو كلها خضرة يبقى تمام برضو ما فيش مشكلة خالص. يعني لو هي كلها خضرة يبقى تمام مفيش اي مشكلة. طيب هناخد بقى الليمونة كده اهو. طبعا الليمون ده انا غسلته ونشفته واحدة واحدة بالفوطة دي، انا عاملة الفوطة دي للخضار، لتنشيف الخضار وتنشيف الفاكهة. بصي بقى معايا هنا اهو مناديل، اللي هي مناديل المطبخ. تمام. هاخد كده اهو حتة كده من مناديل المطبخ دي، وهبتدي ان انا الف فيها الليمونة كويس جدا جدا جدا. وهجيب علب من علب التلاجة بالشكل ده، وهبتدي ان انا ارص الليمون بتاعي. طيب لو انا ما عنديش او مش مقدرتي ان انا اشتري المناديل دي، او مش سهل عليا ان انا اجيبها، هقولك على حاجة. بصي ورق كراريس كده من بتوع ولادك ده اللي بيذاكروا فيه، ولا اي حاجه، كام كده كراسه باقي منها، كام ورقه بيضه كده حلوه، تروحي واخدها برده وتلفي الليمونه بتاعتك، مفيش مشكله خالص، مش هنقف عند حاجه. تمام. بصي اي حاجه، بس بلاش ورق الجرايد، يعني بلاش الورق المكتوب عليه والحبر والكلام ده، علشان ايه؟ تبقى الحاجه كده محفوظه صحيه. تمام. طيب بصوا بقى كده اهو، هقعد اعمل كده اهو في الليمون بتاعي، ونعمل بقى ايه العلب اللي هي ما بتاخدش مكان في التلاجة دي. العلب دي عندي ما بتاخدش مكان في التلاجة، لو حطيت كذا واحدة فوق بعض مش هتاخد مكان. لو عندك علبة كده حلوة كبيرة عايزة تعملي فيها الكمية كلها مفيش مشكلة. المهم ايه، هعمل انا بقى كده اهو. طبعا زي ما انتوا عارفين ان استخدامات الليمون كتير جدا جدا في رمضان، عشان السلطه وعلشان الفول والسحور وعشان التتبيلات وعشان حاجات كتير جدا جدا. طبعا انا عملت معاكم قبل كده تفريز الليمون في الفريزر، عملته كده مكعبات وقلت لكم ازاي نستخدمه. اهم حاجه بصي وانت بتلفي اتاكدي ان هي كلها كده مقفوله. تمام. هسيب لكم الفيديو بتاع الليمون في الفريزر، هسيب لكم في صندوق الوصف. بس انا اتكلم لو الناس عايزاه كده فريش يفضل عندها اطول فتره ممكنه. تمام. تعمل كده اهو زي ما انا بعمل. بصوا انا كده بس عشان ايه مش عايزه اخد من وقتكم، هعمل كده بس بالشكل ده. هاخد واحده كمان كده. تمام كده اهو. بصي بقى يا ستي هنعمل ايه، هنجيب بصي عايزه معلقه صغيره، معلقه كده صغيره، هروح جايبه المعلقه دي واحطها جوه العلبه بتاعتي، وهقفل العلبه، ولازم العلبه تكون محكمه الغلق، يعني بتتقفل كويس جدا جدا جدا. المعلقه المعدن اللي احنا حطيناها دي هي اللي هتمنع الاكسده بتاعه الليمون لا ينشف ولا يعفن ولا يحصل له اي حاجه. وتحدي طبعا انا ما قلتش السر ده لاي حد، زي ما انتم شايفين كده اهو بمعلقه بس معدن. اهم حاجه تكون العلبه بتتقفل كويس جدا، وخلي المعلقه اسحبي الليمونه اللي انت خدتيها، وخلي المعلقه ما تشيلهاش لحد اخر ليمونه. واعملوا بقى الوصفه كده بالطريقه دي، وما تنسونيش بالدعوه الحلوه. وبجد بجد يعني نفسي كده اكون فعلا فعلا بفيدكم بكل المعلومات اللي انا بعرفها. تمام.
اهو كده عملت كده خلاص الكمية. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش ولا تبخلوا عليا باحلى لايك لاحلى جيجي، واشوفكم بقى ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وفي فيديوهات جديدة 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 مليانة ابهارات. استنوا مني لسه هوريكي ازاي تحفظي الخضرة في التلاجة وتحطيها في التلاجة تقعد عندك طول شهر رمضان كله ما تصفرش. استنوا كل الجديد وكل اللي جاي هيكون ابهار، وتابعوني وما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي، وباي باي حبايب قلبي جيجي.